بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العظيم. بيان مشترك صادر عن كتائب ريفير الزور. تم بعون الله الاستيلاء على مقر الأمن العسكري في مدينة الميادين واغتنام كل ما فيه من أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية وآليات. وقد قام بهذا العمل الكتائب والأدوية التالية: كتيبة القعقاع، كتيبة أبي الحسنين، كتيبة ابن القيم، لواء القعقاع 112، كتيبة المهام الخاصة، لواء مؤتة، كتيبة اليرموك، لواء القائد محمد الفاتح، كتيبة هواة خان الأبية، وكتيبة رجال الله، وكتيبة المهاجرين. وقد تم هذا العمل بتوفيق من الله واعتماد عليه، والنصر قادم بإذن الله. قال لواء القعقاع الملازم عبيد الأحمد: